انتخب البرلمان التونسي الجديد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له، وذلك في أول جلسة عامة له أدى خلالها النواب اليمين الدستورية، وحصل الغنوشي على 123 صوتا من أصل 217 صوتا، في حين نال غازي الشواشي 45 صوتا مقابل 18 صوتا لمروان فلفال و21 صوتا لعبير موسى. وتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار وعبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر. حريصون على إنزال السلطة إلى الشعب، واعتبار أن التمثيل تمثيل الشعب هو التمثيل المباشر. الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة والتي تجعل الناس قريبين من السلطة، بل هم السلطة. نحن نهنئ الذين انتخبونا والذين لم ينتخبونا أيضا، لأن الجميع ساهموا في هذا العرس الديمقراطي الذي تتشرف به تونس. نحن نشكر ناخبينا، نشكر الشعب التونسي في الحقيقة، لولا أن هذا الشعب مؤمن بالديمقراطية، لولا أن هذا الشعب انتخب هذه المؤسسة ما كان يمكن لنا أن نصل إلى ما وصلنا إليه. نحن إذن نبارك لشعب تونس بهذا النصر، نبارك للذين فازوا بالنيابات والذين فازوا بنيابة الرئيس، نهنئ الشعب التونسي كله بهذا النصر. ومعنا عبر الهاتف من تونس الصادق جبنون عضو المكتب السياسي لحزب قلب تونس. سيد الصادق أرحب بك. إذن راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، كيف تعلقون على ذلك؟ مساء الخير. اليوم تمت الجلسة الأولى للبرلمان التونسي الجديد الذي تم انتخابه في هذه الانتخابات التشريعية، ونحن اليوم نرى أن ما وقع اليوم هو تعبير عن الترتيب الذي أتى في الانتخابات. حزب النهضة أخذ رئاسة البرلمان، وقلب تونس أكد وجوده في النيابة الأولى لرئاسة البرلمان مع انتخاب السيدة سميرة الشواشي، وأيضا ما زال غد يعني اكتمال رئاسة البرلمان غدا مع انتخاب النائب الثاني. ما وقع هو تم بالنسبة لنا هو يعني القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب بإقرار تصويت لرئيس الحزب للمفاوضة مع الأحزاب الأخرى في الشأن البرلماني والشأن الحكومي، وهذا ما سييسر ييسر اعتماد ما يطرحه قلب تونس بالنسبة للحكومة، وهي أن تترأسها شخصية مستقلة ذات كفاءة شخصية وطنية مستقلة ذات كفاءة اقتصادية وتحييد وزارات السيادة. ونرى أن ما وقع اليوم في البرلمان لعله يكون يعني بادرة أولى لاستقرار سياسي، بالرغم من أنه نحن على وعي تام بوجود يعني امتعاض ورفض لمثل هذا الاتفاق الذي شمل اليوم رئاسة البرلمان. ابقى معي سيد صادق، أعود لك مرة أخرى بعد قليل. أيضا ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس سامي الطريقي عضو المكتب السياسي لحزب حركة النهضة. سيد سامي أرحب بك. تحدث ضيفنا صادق جبنون عن وجود امتعاض من هذا التوافق ما بين قلب تونس وحزب حركة النهضة الذي أنتج اليوم أن يكون راشد الغنوشي هو رئيسا للبرلمان، كيف ترون ذلك؟ لا أعرف ماذا يقصد بالضبط السيد الصادق بالامتعاض، ولكن في الأخير هناك مصلحة وطنية يجب تقديرها، ويجب أن نمضي قدما في تونس، لأنه المسار لا يجب أن يتوقف عند لحظة أو عند محطة ما. يعني في الأخير ماذا يبحث التونسيين؟ يبحث التونسيين على أن تنعقد مجالسهم، أن تنعقد المؤسسة الأولى، المؤسسة الشرعية. وقع دعوة هذه المؤسسة الآن للانعقاد، ونحتاج إلى رئيس للبرلمان وأعضاء لمكتبه ونوابه، وأن تمضي هذه المؤسسة للعمل وتعطي أمل للتوانسة وتعطي أمل لكل المتابعين للشأن السياسي في تونس
أن الطبقة السياسية قادرة على تجاوز خلافاتها، هذا المهم. الامتعاض طبعا الحملة التي قيدت ضد حركة النهضة أو قيدت ضد الحكومة التي كانت تشارك فيها الحركة من قبل بعض الأطراف السياسية، اليوم تجد أن صخرة الواقع يصطدم بها الجميع. في الأخير الحركة هي حركة تقدر المصلحة الوطنية، على هذه المؤسسة أن تنعقد، أن نعطي رسائل للشعب التونسي أننا قادرون على مواصلة المسير، وأن نمضي بعد ذلك في تشكيل وتكليف النهضة لرئاسة الحكومة. غدا ستنعقد مجلس شوراها. سيد سامي، أنتم تواجهون عدة معضلات في مسألة تشكيل الحكومة، ما هي خططكم لتجاوز هذه المعضلات؟ لا أرى هناك معضلات في الحقيقة، طبيعي أن نجد بعض الصعوبات من هنا ومن هناك، هذا السير الطبيعي لأي مفاوضات، لا توجد مفاوضات دون صعوبات، لكن في الأخير ما يرسم النتيجة التي نتحققها هي تتويج لذلك المسار. يعني الحركة وضع أهداف، تعرف جيدا ماذا ينتظرها، تعرف كيف تتجاوزها، لها من الخبرة ما يمكننا أن تتجاوزها. نحن قلنا أن هذه الحكومة يجب أن تمر، عليها أن تمر، لأن الشعب التونسي لا يمكن له أن ينتظر أكثر من ذلك. نحن في مسار مشاورات نفصل بين جميع المسارات، اليوم مضينا في مسار البرلمان، كنا قد دعونا جميع الأطراف، تعلمون أن رئيس البرلمان هو رئيس جميع الكتل، سيتحدث مع جميع الكتل، لا معنى للإقصاء إلا لمن أقصى نفسه. الحركة تمد يديها ومرة أخرى تبين أنها حركة يعني جامعة لجميع التونسيين، وليس حركة منفرة، هي حركة مبشرة بالوحدة الوطنية، مبشرة بالتعاقد الوطني، مبشرة بالوئام الوطني والمدني، ولا تبشر بالصدام، ولا تبشر بالخلافات، ولا تبشر بالاختلافات. نحن نضع المصلحة الوطنية نصب أعيننا ونمضي على ذلك الدرب. نعم سيد صادق، ما هي الخطوات المقبلة التي تضعونها في اعتباركم من أجل تشكيل الحكومة، وكيف سيؤثر تأييدكم لحزب حركة النهضة في هذه الانتخابات على وجودكم في الحكومة؟ نعم شكرا. هو بداية نحن وضعنا أمام نصب أعيننا الاستقرار السياسي وتجنيد تونس مخاطر الفراغ. لا تنسي أن الآن نحن سنقبل على قانون مالية سيقع نقاشه في فترة زمنية قياسية، وأن يعني قلب تونس من البداية قال أنه يعني وضع الأحادية ومن على رأسها تجنب الفراغ السياسي وتجنب الذهاب إلى متاهات يعني انتخابات أخرى تكلف البلاد يعني الكثير، بالرغم يعني لسنا نخاف يعني المحطات الانتخابية، ولكن نخشى أكثر مخاطر مثل ما قلت يعني الفراغ السياسي وعدم وضوح الرؤية لدى المواطنين الذين الآن انتظاراتهم هي أساسا اقتصادية واجتماعية، ولا بد من أن تقوم الأحزاب يكون لديها من الوعي كي تشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن، بالرغم مثل ما قلت من امتعاض بعض الأطراف هنا وهناك، ولكن لا بد أن نفهم أن السياسة هي التعامل مع الواقع وليس التعامل يعني مع الرغبات. يمكن أن تكون لنا آراء مخالفة ولكن الواقع يفرض نفسه. اليوم لا بد من الخروج من هذه الأزمة السياسية والاقتصادية بأسرع وقت ممكن. هنالك نتاج لتصرف في هذه السنوات الأخيرة. التونسي اليوم ينتظر، التونسيون ينتظرون النقلة النوعية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وضحت الفكرة سيد جيدا في كل هذه المحطات الأخيرة، وقلب تونس لديه يعني طرح متكامل على هذا الصعيد، والآن ستكلف حركة النهضة رسميا بتشكيل الحكومة وستنطلق في مشاوراتها. ونحن قلنا في قلب تونس أنه نحن لا نرفض التفاوض مع أحد إلا من يرفض الحديث معنا، وأن في نهاية الأمر هنالك يعني قدمنا رؤية ونحن مستعدون للنقاش على هذه الرؤية،
وحين يقع هذه تقع هذه المشاورات. نعم وضحت وحينها نتخذ يعني القرار. نعم وضحت الفكرة سيد صادق جبنون عضو المكتب السياسي لحزب قلب تونس، شكرا جزيلا لك. خلال الجلسة امتنعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن أداء اليمين الدستوري وطالبت بنقطة نظام وفق تعبيرها، ولم يتم التفاعل معها بل قام أغلب النواب بتلاوة القسم الدستوري خلف رئيس الجلسة راشد الغنوشي. دعونا نتابع. سيد سامي، كيف تعلقون على ما ظهر في هذا الفيديو؟ لا أجد أي تعليق، يعني واضح أنه سيدة عبير تريد أن احنا نقول في تونس تعمل الشو، تبحث عن هذه المشاهد، تبحث عن التشويش. يبدو أن هذا الدور الذي ستتبعه في كامل دورتها، واضح أنها لا نسق سياسي لها إلا ما ستفعله في بهذه الطريقة. هي لا ترى الأمور إلا بهذا ولكن الشكل. ولكن سيد سامي، ولكن لم ينسق المجلس وراءها يعني في الأخير. سيد سامي، ألا ينص الدستور على أن يتم أداء القسم من شخص، من نائب نائب، وليس كل النواب جماعة خلف رئيس البرلمان؟ هي قراءات، يعني ما فيش حاجة ثابتة في الموضوع. ولكن ما يتوافق هنا عليه هي المجلس. هي استخدمت او تحدثت بموجب مواد الدستور، لم تتحدث من راسها، ويعني ما تقوله انها كانت بتعمل الشو كما تقولونها في تونس، ونحن نعرف معنى هذه الكلمه في اغلب بلداننا العربيه، ولكنها تحدثت بموجب مواد دستوريه. ما يتوافق عليه المجلس، المجلس توافق على طريقه في الاداء اليمين. ما يتوافق عليه وما ينعقد عليه المجلس هو ذلك الدستور. يعني ربما أختلف معك في مسألة ما يتوافق عليه هو هذا الدستور. الدستور يوضع ثم تتبعه المؤسسات، وعند رغبة المخالفة يجب أن يتم تعديل الدستور، ولكن بالتأكيد ليس هذا هناك خلاف مع نص الدستور. ليس هناك أي خلاف مع نص الدستور. نعم، شكرا جزيلا لك سيد سامي الطريقي عضو المكتب السياسي لحزب حركة النهضة، لك جزيل الشكر. نهاية المسائية، نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم غدا بمشيئة الله في مسائية جديدة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.